اخد منك تشكيل الاسبوع. تشكيل اسبوع انا يعني الزنفولي كان متالق جدا وفي علي لطفي وفي مسعودي ثلاثه يعني حاموا فرقتهم يمكن برضو عشان تصديات لضربه الجزاء. يمكن علي لطفي تصدى لضربه الجزاء بتاعه عبد الرحمن مجدي طلع كلين شيت. نفس كلام الزنفولي. مسعود مسعود صد ضربه جزاء وتعادل وصدها في الجونه وبس واحد بس واحد مش لكن برضو انا شايف ان يعني اللي تعرض لضغط قوي جدا كان زنفولي. يمكن برضو علي لطفي علي لطفي ضربه جزاء لكن على مدار الجيم ما صدش حاجه. يعني برضو مش عايزين نظلم كابتن مجدي ونظلم زيد نقول ان علي ان اديها لعلي لطفي فيبقى معنى كده ان هو لا هو ما هو ما يعني ما تهددش كتير يعني. لكن الزنفولي هو فعلا اتعرض لضغط كبير جدا وشال اكتر من كره خطيره جدا. فالزنفولي في حراسه المرمى هتلعب بخطه ايه؟ لا يعني اللي هو عشان هو الدوري الشائع في الدوري المصري 4 2 3 1 او 4 3 3 فنخليه مثلا 4 3 3 لان برده في لعبه مش هتبقى في مركزه انا 6 مثلا ماشي حاطط له حد كده ممكن ما يبقاش 6 قوي يعني ناحيه الشمال ناحيه الشمال حاطط متعب وعبد او عبد العزيز السيد زيزو اللي هو احرز هدف الداخلية ومن الموسم ده عامل الموسم كبير سرد باكين رزق احرز هدف فيوتشر. من كره ثابته وبرده فيوتشر وكان كويس جدا برده في خالد رضا جامو كان متالق وخالد لعيب كبير وبرده اضافه كبيره لفيوتشر بس انا حاطط برده السطوحي الجيش عشان برده كان عليهم ضغط كبير شويه ويمكن هو مشارك برده في الهدف الاول اللي جابه قطع وعمل كره بين خطوط سريعه في باسم علي وفي برضو ولد في الجونه احمد محمود البكره انا اول مره اشوفه السنه في الدوري جاي من الزمالك ده لعيب كويس جدا برضو بس بسم علي هو يعني برضو مؤثر جدا 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 مع فيوتشر من الموسم اللي فات بصراحه هو عمر كمال يعني فيوتشر الفرقه كلها تحسدها في المركز ده هما الاثنين طبعا نص الملعب حاطط اللاهوني وامام عاشور وماجد هاني اللاهوني بلديه المحله وماجد هاني بلديه المحله وامام عاشور وإمام عاشور الثلاثة اللي فوق راس حربة حط فيه احمد عاطف وفي برضو حسام اشرف بس عاطف يمكن عشان ليه استمرارية شوية يعني برضو حسام اشرف يعني مش عايز حسام اشرف عمل الجون الثاني من الطرق من انت بتدول من المهاجمين اللي انت بتحبهم طبعا لا لا مقتربي جدا من الالعاب اللي انت بتلعبها ان انت ازاي بتخلي المهاجم يفضي نفسه ويفتح مساحة لنفسه وتتحط له وان تاتش على طول انا شايفه راس حربة طبعا كبير. انا كمان بحب مروان محسن جدا مروان حمدي مروان حمدي انا مقتنع يعني مروان حمدي انا بالنسبة لي من اهم فروات الدوري المصري لكن في الجوله دي احمد عاطف يعني احنا برضو بنتكلم على تاثيره مع فرقته احرز اهداف يعني بشكل عام في برضو بيرستاو ممكن نحطه ناحيه اليمين جرايت ورضا سليم الاهلي الاهلي فرقه جايبه على معدل تهديفي 4 اهداف الاثنين تاو جايب جولين رضا سليم احرز هدف وكانوا مؤثرين فده بالنسبه لي التشكيل الاسبوع ومعاهم احط بقى جزمه ديت المحله كله عشان برضو انا بقى لسه اقول لك بقى افضل مدير فني في الجوله افضل مدير فني كابتن احمد عبد الرؤوف وطبعا برضو مش عايزين نغفل دور كابتن عامر وكابتن والكباتن برضو اللي معاهم في الجهاز يعني دايما الجهاز الفني مش بنختار مدير فني بس برضو بتختار الجهاز كله طبعا لازم الجهاز كله طبعا